الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبعد. فقال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخ المسلمين: رفع بواو وانصبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء صف. صفا طبعا الأسماء الخمسة الأسماء الستة ترفع بالواو، وقيل ترفع بضمة مقدار الواو فلا نيابة، وتنصب بالألف وقيل بفتح الألف فلا نيابة، وقيل تجر بها وقيل بكسر مقدار الياء فلا نيابة. والمقرر عندهم أنها مما ينوب فيه الحروف عن الحركات في الإعراب. قال ارفع بواو وانصبن بالألف وجر بها أمامي ذاك ذو صحبة، ذو إذا كانت معنا صاحب، تقول جاء ذو فضل ورأيت ذا فضل ومرت بذي فضل إذا كان معنا صاحب، احترازا من ذو بمعنى الذي، وهي موصول اسمي مشترك يطلق بلفظ واحد على الواحد والمثنى والجمع، وهي اسم موصول، والباب باب إعراب، وتلك سبيلها البناء، اسم الموصول سبيلها البناء. ذو بمعنى صاحب تضاف إلى اسم أو جنس، ولا يجوز إضافتها إلى وصف، لا تقول ذو قائم أو ذو مضروب، تقول جاء ذو فضل وذو مال وذو صدق. بذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الفم إذا صحبت منه بانت منه الميم، تقول هذا فوك ورأيت فاك ومرأت بفيك. فإن كانت فإن تبي منه الميم فإنه يعرب بالحركات كإعراب يد وذم. أب أخ حم، هذه الثلاثة كذلك، تقول جاء أبوك ورأيت أباك ومرأت بأبيك، وجاء أخوك ورأيت أخاك ومرأت بأخيك. اجتمع إعراب الأسماء الخمسة في سورة يوسف عليه السلام. قال تعالى: وأبونا شيخ كبير. قال تعالى: إن أبانا لفي ضلال مبين. قال تعالى: ارجعوا إلى أبيكم كما أمنتكم على أخيه. والحم كذلك، وهو قريب الزوج، تقول هذا حموك يا هند ورأيت حماك ومرت بحميك. أب أخ حم كذاك، وهن لهن كذلك، لهن وهو الشيء، تقول هذا هن زيد أي شيئه. ولكن تطور مدلول الكلمة حتى صار يكنى بها عما يستقبح، فتقول هذا هن زيد خبر مرفوع بالواو، ورأيت هنا زيد ومرت بهني زيد كذلك هن وهن. والنقص في هذا الأخير أحسن، الهن القائلون الذين عدوه من هذه الأسماء يعترفون بأن معظم العرب يعرفونه بحركات، وهي لغة النقص، والكوفيون لم يثبته أصلا ولم يسمعه الفراء من العرب، ولذلك يعدونها خمسة، وهي منهجنا اليوم في النحو، نقول الأسماء الخمسة. الأكثر أن يقال هنو، هذا هنو زيد، رأيت هنا زيد، مرت بهني زيد. والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه وهما الأخ والحم يندر، تندر لغة النقص، فتقول هذا أخك ورأيت أخك، وهذا حمك ورأيت حمك. قال: بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. قال الآخر: خير الأحبة من يبكي معاهده بعد العفاء كما يبكي على أبه. لا يستدل به لكن يمثل به فقط، متأخر جدا. بن أحمد والديماني الشنقيطي توفي عام 1340 هجرية، لا يستدل به، ولكنه شاعر رائع للغاية، شعر رائع جدا. قال قريب جدا، قريب ديماني من قبيلة أولاد ديمان في موريتانيا من شقيق. قال: أب أخوك والنقص، وفي أب وتالي، وقصرها أشهر، قصرها الأب والأخ والحم، قصرها أشهر، وهو إلزامها الألف وإعرابها بحركات مقدرة عليه. تقول: مررت بأخاك ورأيت أخاك وجاء أخاك. قال: إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. جاء في بعض روايات الحديث: ما صنع أبا جهل، نقول مرفوع بالضم مقدر الألف. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا قود في مثقل ولو ضربه بأبا قبيس، لا يظن بحنيفة أن يلحن، ولو ضربه بأبا قبيس يرى أن الضرب المثقل لا قود فيه وأنه شبه العمد. عليكم السلام ورحمة الله. أنا قوله النقص، وفي أب وتقصها من نقصهن أشهر وشرط للإعراب أن يضافها، الشروط أن تكون مضافة، فلو أفردت لا إعراب،
مع أن من بينها لا وهو لا يأتي إلا مضافا. عندما عدها بدأ ببي لأنها أشد الأسماء أصالة في هذا الباب لأنها لا تنفك عنها الإعرابي أبدا. واضح؟ الشرط أن تكون مضافة، وعلى هذا الشرط شرط أن تكون إضافتها لغير ما يا المتكلم، فالوظيفة لياء المتكلم معلوت بحركات مقدرة كما هو السبيل المضاف إلى المتكلم. واضح؟ لا للياء، وأن تكون مكبرة فالوصول غيرت علمت بحركات، تقول جاء أبي زيد ورأيت أبيه ومرت بأبيه، وكذلك يجب أن تكون مفردة، فلو ثنيت كان سبيلها إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، ولو كسرت كان إعرابها إعراب المفرد بحركات ظاهرة، تقول جاء أباؤك ورأيت أباءك. قالوا لم يذكر هذين الشرطين، قيل ذكرهما لأنه جاء بها كلها مفردة ومكبرة، كجاء أخو أبيك دعت إلى أخوه فاعل مرفوع بالواو، وأبيك مضاف إليه مجرور بالياء، ودعت إلى حال منصوب بالألف. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم. ذو تضاف إلى الضمير؟ لا أسمعك. ذو هل تضاف إلى الضمير؟ لا تضاف إلى الضمير. ولا تضاف ذووه؟ ذووه تختلف. ذووه جمع، تعرب إعراب جمع مذكر السالم. تقول جاء ذو علم وذووه ومرت بذوي علم وبذويه. نعم. شيخ هذه الابيات هذه تاع بنبونه عندك؟ هذا الشرح هذا واغسل لي ذي ثلاث واغسل لي بارك الله فيك. واغسل حرك من اجل وحدة والساكن والشبه المبني والتمكن وافتح لخفة وللأصل الأصل ك واغسل للأصل وافتح الأصل في الكف واغسل وافتح لخفة وللأصل ك يا مضارع مضارع اسم مفعول إذا رخمته تقول يا مضارع لأنه مفتوح في الأصل والأصل كذا فرق بين أداتين بين معنيين بأداة واحد بين معنيين بأداة واحد تقول كتاء المخاطبة تقول كتبتي كذا فرق كتاء الفاعل كتبت وإتباع كمنذ واضح فراء المخرج واغسل للثلاث وهي هذه الأصل كيا مضاري اسم فاعل كذا فرق كتاء المخاطبة وإتباع كذه وته بني على كسر إتباع لما قبله نعم فراء المخرج وضمم كذلك كيا تحاج مصدر تحاج إذا رخمته مسمى تقول يا تحاج هذا الأصل والفرق كتاء الفاعل نحو كتبت وإتباع كمنذ واضح منذ الضم منذ واكسر للثلاث واضمم واكسراء الحمل كلام الأمر حلمت علامة الجر لأنها مختصة بالفعل كما أن ذكر مختصة بالاسم واضح لام الأمر الحمل حملتها على ذكر الحمل والساكين كأمسي من حيث الوراء تناسب لام الجر كسرت حمل على عملها لام الجر تجر كسرت حمل لها على عملها شايف ماذا؟ تناسب بنيت على كسرة لأنها تناسب عملها وضمم لخلف المعرب قبل وبعد وغيرها إذا كانت معربة فإن إعرابها لا يكون إلا بنصب أو بالجر فهو أعطية في البناء عكس ما هو لها في في الإعرابي وخلف المعرب وكونه وتناسب وضمم لخلف وكونه كالواوي إذا كان كالواوي مثل نحن
مبني على ضمة لأنه فرع للواوي. نحن تطلق على المثنى وعلى الجمع، والواو لا تطلق إلا على الجمع فهي أصل لها، والضم يناسب الواو، بني نحن على الضم تناسبا للواو. الله أعلم.